نظم كيان شباب مصر بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الشرقية حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين. تم ذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمدينة الزقازيق، وشهدت الحملة إقبال المواطنين من الفئات والأعمار المختلفة للتبرع بالدم، فضلا عن مشاركة العديد من المتطوعين الشباب والفتيات بالمحافظة. هذا وقد لاقت الحملة إعجاب العديد من المتبرعين الذين أعربوا عن خالص دعمهم للإخوة الفلسطينيين. حملة التبرع دي لصالح إخواننا اللي في غزة، طبعا كلنا لازم نقف جنب إخواننا في غزة، هم محتاجين لكل قطرة دم. وطبعا زي ما احنا تعودنا ان مصر دايما سباقة في مساعدة إخوانها العرب. احنا النهاردة موجودين في فعالية التبرع بالدم لأهالينا في غزة، والنهاردة حصل تجمع كتير للشباب متبرعين وجم اتبرعوا بالدم ومستنيين، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. نزلنا نشارك في نقطه دم تحيي انسان لاخواتنا في غزه، وتحالفا مع الدوله في وقوفها جنب ومساندتها جنب لابناء غزه. فنزلنا نتبرع بالدم، وبناشد اهل الشرقيه وشبابها الكرام الجميله ان هم ينزلوا يتبرعوا بالدم.